السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع تفسير الأحلام. والنهاردة جماعة هنتكلم عن الفأر في المنام. كثير من الناس بتشوف الحيوان المقزز ده، ومع شديد الأسف بيقوموا مبزوعين من النوم ومش عارفين إيه اللي بيحصل. فعايزين النهاردة نتعرف على رؤية الفأر لكل شخص على حدة. طبيعي أول حاجة هنبدأ بها الرجل المتزوج. رؤية الفأر بالنسبة للرجل المتزوج في البيت يدل على أنك سوف تتعرض للسرقة، أنت هتتعرض للسرقة. خروج الفأر من البيت، طبيعي لما نقول رؤية الفأر في البيت هتتعرض للسرقة، طب لما يجي يخرج هيبقى خير، فهو خير يأتيك في الطريق إن شاء الله تبارك وتعالى. بالنسبة للشاب يا جماعة، لو شاف الفأر في المنام، طبعا الفأر في المنام بالنسبة للمتزوج رؤيته غير محمودة. تعالوا بقى على الضد، في المقابل الشاب الأعزب الذي لم يتزوج، رؤية الفأر له محمودة جدا، لمجرد أنه هو يشوف فأر في المنام إما زواج وإما سفر سيجني منه مال وإما عمل أو وظيفة أو ربح من تجارة. ده مين؟ الشاب الأعزب الذي لم يتزوج. خروج الفأر من الدبر، يعني من المؤخرة، بالنسبة للرجل أو للشاب يدل على عدو قريب منك جدا لا يتمنى لك الخير. معناها إن في حد قريب منك عامل إنه بيحبك، وهو سبحان الله مش عايز يشوفك في نعمة أبدا. طب لو شفنا مطاردة الفأر في المنام، انت بتجري ورا الفأر في المنام سواء رجل متزوج او شاب اعزب، يدل على الدخول في المشاكل، في حاجة هتحصل او مشاكل هتحصل وانت هتكون طرف فيها، هتدخل في المشاكل دي. طيب رؤية الفأر على فراش النوم بالنسبة للرجل المتزوج بشارة، دلالة على ان زوجتك بتخونك، ومع شديد الاسف رجعوها ان شئتم. انا ما بجيبش حاجة من عندي، كل الكلام ده احنا بننقله لكم من العلماء المعتمدين اللي اتكلموا في هذا العلم. فرؤية الرجل المتزوج للفأر على فراش النوم يدل على ان زوجتك تخونك. قد تكون خيانة في المال، قد تكون خيانة بالزنا والعياذ بالله، أي خيانة، إنما دي بشارة إن زوجتك بتخونك. طيب رؤية الفأر يلعب في البيت، يعني في فرق ما بين إن الفأر يكون في البيت وإنت خايف منه أو بتجري وراه، وفي فرق ما بين الفأر موجود وإنت مش قلقان منه وسايبه يلعب وقاعد تتفرج عليه. ده معنى إيه؟ معناه خير ورزق كبير سيأتي لك في القريب العاجل إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى رؤية الفأر في البيت يلعب، أو ممكن تكون كمان أنت في المنام بتلعب معاه في البيت، ده خير ورزق كبير سيأتيك في الطريق. الحاجة طبعا اللي هي غير مستساغة وبعض الناس ممكن تشمئز منها، بس سامحوني لازم أقولها، أكل لحمه يدل على أنك رجل سيء السمعة. لو سيادتك شفت أن أنت بتاكل فأر في المنام، يعني سامحوني، يعني دي إشارة على أن أنت شخص سيء السمعة، أنت إنسان مش كويس لو شفت الرؤية دي. طيب دهس الفأر بالقدم، شفت فأر فدست عليه برجليك موته، تخلصت منه، معناها إيه بالنسبة للرجل أو بالنسبة للشاب؟ التخلص من امرأة فاسقة تلعب عليك، أو تريد منك أن سبحان الله العظيم أن تقع معها في الفاحشة. فكون أن أنت تشوف الفار وأنت بتدوس عليه برجليك وتفعصه وتموته هتتخلص من هذه المرأة. اصطياد الفأر في المنام، زي ما أنا قلت
لو شفت فار ودهسته هتتخلص من امرأة فاسقة؟ إنما أنت لو شفت في المنام بتصطاد فار سوف تتعرف على هذه المرأة الفاسقة. يبقى لو أنا دهسته، شفت في المنام دست عليه ودهسته، هتخلص من امرأة تطاردني، تريد أن تفعل معي الفاحشة. إنما لو أنا شفت بقى أنا اللي بصطاد الفار، أنا اللي بروح لها وأنا اللي بتعرف على هذه المرأة الفاسقة. قتل الفئران بالسم في المنام. شفت إن أنا حطيت سم للفئران عندي في البيت، وشفت الكلام ده، وبالفعل شفت في المنام إنه مات من السم، يدل على التخلص بل وهزيمة أعدائك اللي هم بيحاولوا أن يمكروا بك، اللي هم مش عايزين يشوفك في نعمة. فقتل الفأر بالسم في المنام دليل على أنك سوف تتخلص من كيد هؤلاء الأعداء. ده بالنسبة للرجل بالتفصيل. ندخل على المرأة المتزوجة. المرأة المتزوجة لو رأت الفأر في المنام مشاكل مع زوجها، لو شافت الفأر رؤية فقط، تدل على إيه؟ على مشاكل كبيرة ستحدث في بيتها، يعني بينها وبين زوجها. وقيل يدل رؤية الفأر للمرأة المتزوجة أيضا على التعرف على صديقات ماكرة، هتتعرفي على نساء مش محترمين، عندهم مكر، عندهم خداع، سيمكرون بك. أكل لحمه أعزكم الله يدل على أنك امرأة سيئة، زي الرجل بالضبط، زي ما الراجل شاف ان هو في المنام بياكل لحم الفأر في المنام، دي بشارة ان هو شخص سيء. المرأة كذلك لو اكلت لحم الفأر في المنام اعزكم الله يدل على انها امرأة سيئة للغاية. لو رأت المرأة فأر ينقر في اثاث البيت، يعني شفت فأر عمال ياكل في خشب السرير، في خشب الانتريه، في النيش، شفت فأر عمال ينقر في اثاث البيت، دي بشارة او دلالة على وجود سارق سيسرقها، وكأنها بشارة من الله بيقول لك انتبهي. ممكن تكوني مثلا سايبة مالك كده مش قافلة عليه، ممكن يكون عندك مثلا باب مش بتقفليه او شباك مش بشارة ربنا بيقول لك خلي بالك انت ممكن تتعرضي للسرقة، خدي البشارة دي. فبالتالي لما نعرف الدلالة بتاعت المنام ده نبدأ ننتبه. فإن أنا لو شفت فأر بينقر في أثاث البيت أبدأ أدور أشوف حياتي فيها إيه، إيه اللي مش مظبوط فيها، إيه اللي ممكن يتعرض للسرقة عندي. فده إذا رأت المرأة فأر ينقر في أثاث البيت. وجود الفأر في البيت زي ما ذكرت في البداية حدوث مشاكل. قال أحد المفسرين أن وجود الفأر في البيت ولكن لا تخاف منه المرأة، بل ومن الممكن أن تلعب معه في المنام، يدل هذه الرؤية أو تدل هذه الرؤية أن هذه المرأة سوف تحمل بولد أو ببنت، ومع شديد الأسف بنت ستكون بعد ولادتها عاقة لك، أو أن عندك ولد عاق أو بنت عاقة. يعني أنت دلوقتي لما تشوفي فار في البيت وأنت عمالة تلعبي معاه، طبعا إحنا معروف إن الفار في البيت مشاكل، فأنت سيادتك فرحانة بالمشاكل دي، معناها إيه؟ عندك بنت هتبقى مش كويسة، هتغلط فيكي، هتزعلك، هيبقى عندك ولد هيبقى عاق لأبيه، عاق لأبيه أو عاق لك لأمه. فوجود الفأر في البيت وانت بتلعبي معاه ولد أو بنت عاقة، ده بالنسبة للمتزوجة. ندخل على المرأة الحامل. رؤية الفأر للمرأة الحامل تدل على الحالة النفسية السيئة بسبب كثرة التفكير في الحمل والولادة. قال بعض المفسرين
بالرغم من الحالة النفسية التي ستعيشها، ألا إن رؤية الفأر تدل على المولود إن نوعه هيكون ذكر. لندخل على المرأة المطلقة. رؤية الفأر بالنسبة للمرأة المطلقة تدل على امرأة سيئة للغاية تتكلم عنك بسوء. مطاردة الفأر بالنسبة للمرأة المطلقة يدل على طول العمر. آخر حاجة وهي البنت العزباء. تدل رؤية الفأر بالنسبة للبنت العزباء على الخوف والفشل من أمر ما، من أمر معين هي تعيشه، بس خايفة الأمر ده ما يكملش، خايفة أن الأمر ده تفشل فيه. فرؤية الفقر بالنسبة للبنت العزباء بشارة أن هي خايفة تفشل، إنما مش معناه أن هي هتفشل، لا، مجرد الخوف. طبيعي الإنسان لما يبقى مثلا مهموم بحاجة وعايز يقضيها يبقى خايف يفشل، فدي بشارة أن أنت خايفة تفشلي، فربنا بيقول لك كملي ما تخافيش. وقالوا أيضا يعني في بعض المفسرين قالوا أن طالما هي خايفة من أمر ما، غالبا ما سيكون الخوف من الزواج. أحيانا في بنات بتبقى خايفة تخوض هذه التجربة، فرؤية الفأر أيضا تدل على الخوف من الزواج. وقيل الخوف من تحمل المسؤولية في أمر ما. ده بالنسبة للبنت العزباء. انتظرونا في اللقاءات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.